أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من نوافذ نور شهر رمضان وأدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كربلاء المقدسة، كربلاء الشهادة، كربلاء الجنة التي تزف يوم القيامة. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، ورحمة الله وبركاته، نيابة وأصالة عن إخوتي وأخواتي محبي الإمام الحسين في مشارق الأرض ومغاربها. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء اليوم السابع من شهر رمضان المبارك: اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعني فيه على صيامه، وأعني على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه، بتوفيقك يا هادي المضلين. قال صلى الله عليه وآله وسلم في فضل من قرأ هذا الدعاء في اليوم السابع من شهر رمضان، قال: من دعا به أعطي في الجنة ما يعطى الشهداء والسعداء والأولياء. فهنيئا لمن أخلص وقرأ هذا الدعاء بخشوع وإيمان، فالله يعطيه ما يعطي للشهداء والسعداء والأولياء. ابتدأ هذا الدعاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم بطلب الإعانة، وهذا لعمري من الأشياء التي ينبغي أن نتأمل فيها. لازم نوقف ونرى أنه النبي صلى الله عليه وآله لماذا طلب الإعانة في هذا الأمر، والإعانة والاستعانة من الله تبارك وتعالى. وطلب العون إخواني لا بد أن يكون من أهله، ومن سوى الله عز وجل يطلب منه الإعانة، فهو المعين وهو القادر على إعانة الإنسان المؤمن، خالق كل شيء ومنتهى كل شيء وكل رغبة. روحي وأرواح العالمين لله الفداء ولرسوله ولأهل بيته عليهم السلام. كل يوم في صلواتنا إخواني نحن نستعين بالله، لهذا لما نقرأ في الآية المباركة في فاتحة الكتاب: إياك نعبد، بعد وإياك نستعين، احنا نعبد الله ونستعين بالله، أكثر من فد 10 مرات احنا نكرر هذا اليوم، في اليوم الواحد نكرر: إياك نعبد وإياك نستعين، نطلب من الله الإعانة والاستعانة. ويقال عند أهل العربية، عند أهل اللغة، كما ينقل أهمية تقديم الضمير، يعني ضمير إياك يقدم على ماذا؟ يقدم على هذا الأمر، بمعنى شنو؟ قال: إياك نعبد، يقدم على الفعل. لماذا؟ لأنه أنت تقدم ضميرا لأجل فرض ما، لأجل شيء ما، وهو ماذا؟ يقال أنه هو الحاصر، يعني إياك نستعين وإياك نعبد فقط وفقط، فهذا دليل على الحصر في هذه الأمور.
فالله عز وجل هو المستعان الحقيقي، الله مستعان حقيقي في هذه الأمور. شهر رمضان أيها الأحبة شهر مراقبة وشهر كرامة، وأن يسعى الإنسان جاهدا وصادقا في أن يخشى الله ويخشى الرقابة الإلهية، لأنه يراقب نفسه. وهذه أول الخطوات لترويض النفس. الإنسان في بعض خطواته لابد أن يجعل واحدة أهم من الأخرى، فلهذا الخطوات التي ينبغي الإنسان أن يسير عليها تكون واحدة أهم من الأخرى، ومن أهمها هي ترويض النفس. يقول إمام المتقين ومولى الموحدين علي عليه السلام، عجيبة هذه الرواية، روحي لك الفداء يا أمير المؤمنين، يقول على العاقل أن يحصي على نفسه مساويها في الدين والرأي والأخلاق والآداب، فيجمع ذلك في صدره أو في كتاب ويعمل على إزالتها. هذا منهاج للتربية، منهاج لتزكية النفس، منهاج لمحاسبة النفس. يقول أمير المؤمنين عليه السلام أنه يأما يتفكرها في صدره أو في كتاب يكتبها، كما فعل شيخ الكفعمي رحمه الله كتابه محاسبة النفس النوامة، كان يكتب على نفس الكتاب، قبل سنوات قرأته، كان يكتب على نفسه كليشة، يكتب على نفسه كل يوم يحاسب نفسه ويعمل في إزالتها. ضروري إن رأى حسنة طلب من الله المزيد وشكر الله، وإن رأى سيئة فيطلب من الله الإزالة وأن لا يعود لمثلها. ثم أن دعوة الرسول صلى الله عليه وآله مستمرة بهذا السياق في الدعاء. هذا شهر رمضان، شهر صيام، يحتاج الإنسان أن يستمر. فقال وعلى نفسي هذه الدعوة لدفع الضلال عن النفس، قال يا هادي المضلين، هذا في أخير الدعاء، هذه يا هادي المضلين. فلهذا أنت ترى النبي حورب وعذب من أقرب الأقرباء له ومن عشيرته ومن مقربيه، ولكن الله عز وجل كان دائما يدفع عن نبيه الكريم ولا يبقي لمن يريد أن يجعل النبي في التيه أو يجعل النبي في زاوية لا يحمد عقباها. وقد حاولوا الكثير أن يقتالوه وأن يفعلوا به ما يفعلوا، ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وآله شامخا وباقيا، روحي له الفداء. شاهدوا أيضا معي وانظروا هذه الرواية الشريفة، عجيبة هذه الرواية، ما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام لمن؟ كتبه لخليفة الزور معاوية. هذا معاوية اللي يعتبرونه خال المؤمنين، زين، محيي السنة، ويسطرون له ألقاب كثيرة. المهم الإمام علي يبين له هذا الجانب، جانب الختل والغدر والضلالة. يقول أما بعد فقد أدتني منك موعظة موصلة ورسالة محيرة، نمقتها بضلالك وأمحيتها بسوء رأيك، وكتاب امرئ ليس له بصر يهديه ولا قائد يرشده، قد دعاه الهوى فأجابه وقاده الضلال فاتبعه، فهجر لاغطا وظل خابطا. وحقكم إخواني، أي ضلال وأي شنو وأي ضلال وأي أمر وأي جهالة كان فيها معاوية؟ أكو أكثر بعد من هذا الكلام؟ أكثر بعد من هذا؟ هذه الواقعية للإمام علي يتكلم بها بتقييم شخص مثل معاوية؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الهادين، وأن لا يجعلنا من المضلين، ويجعلنا من المؤمنين ومن المتمسكين بعروة محمد وآل محمد، وأن يثبتنا وإياكم على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.